بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة مهمة جدا، عندنا ضيف محترم جدا بنشكره اللي هو خصنا في البرنامج اللي يظهر معانا، المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق. هيبقى في كلام مهم جدا ونشرح لحضراتكم أمور كتير جدا الجماهير عاوزة تعرفها واللغط اللي موجود خصوصا في الفوضى اللي بتعيشها الرياضة. لكن الأهم عندنا كمان في البداية إن فريق كرة القدم هنوجه له رسائل النهاردة، لأن مهم جدا طول ما أنت بتشتغل ووراك جماهير محترمة بتساند، عايزين نقفل وده الأهم صفحة مباراة الترجي. عملنا إنجاز وإعجاز في كرة القدم وده الطبيعي بتاع النادي الأهلي وده اللي الجميع بينتظره. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن فكرة الجماهير اللي سافرت وفكرة الجماهير اللي ساندت وفكرة الجماهير اللي كانت بتنزل على قهاوي مصر في الحتت الشعبية والكافيهات اللي موجودة. اتكلمنا عن كل الجماهير النادي الأهلي وحالة الثقة واليقين اللي النادي الأهلي هيكسب. فمن هنا كان عندنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين، والحمد لله المعجزة اتحققت أو مش معجزة، خليني اقول الصعوبة المباراة خارج الارض اللي انت كان لازم تكسب، وقدر النادي الاهلي يكسب خارج الارض. وبقى في مشاكل حتى على مستوى الاخبار اللي بتظهر اليومين دول من رئيس الترجي للكابتن فوزي البنزرتي، اللي استقال واللي مشي بالطردية، الكلام ده كله موجود ومالناش دعوة بالكلام ده، ولكن خلينا نتعامل كبرنامج باحترافية. الاحترافية بتقول صفحة واتقفلت، النادي الاهلي ما كسبش البطولة، النادي الاهلي كسب مباراه مهمه في مشوار البطوله، كانت نهائي مبكر مع فريق محترم. ودايما الاهلي لما بنتكلم بلغه الارقام بيعمل الجديد. اتذكر في سنه من السنين كان فريق انيمبا، وكانت سفريه صعبه جدا 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 في بلد اسمها ابا في نيجيريا. البلد دي فيها صعوبه وفيها امور كتير جدا، والفريق كان بقاله سنين طويله ما بيخسرش على ملعبه. اتذكر كان هدف لعماد متعب، وكان الكل عمال بيحكي لنا الفريق صعب وما بيخسرش على ملعبه وبيكسب كل الفرق وفريق قوي على ملعبه، لكن دايما لما بتراهن على الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الصعب بيبقوا رجاله بمعنى الكلمه. ده حصل، بتكلم على تاريخ عشناه فبحكي لحضراتكم مواقف معينه. فرقه الترجي نفس الحكايه، لما نتكلم على مشوارهم في المشوار الافريقي فريق قوي، فريق ما خسرش، لكن النادي الاهلي كالعاده بمنتهى القوه تعامل مع المباراه بمنتهى التركيز كجهاز فني ولاعبين وكمان جماهير اللي هفضل اتكلم عليهم طول الوقت، لان جماهير النادي الاهلي واللي عملته قبل واثناء المباراه واللي كانوا وبعد المباراه حاجه مشرفه، حاجه محترمه جدا جدا من جماهير النادي الاهلي. فمن هنا فرقه الترجي اللي ما خسرتش خالص قدر النادي الاهلي اللي هو يفوز. فبالتالي انذار للاعبي النادي الاهلي وكمان الكابتن حسام البدري ان فرقه النجم مش بالفريق السهل. فريق صعب جدا وما خسرش كمان في البطوله. فعلينا اللي احنا نقفل قصص السوشيال ميديا، نقفل قصص الصور، نقفل قصص التركيز، وده للامانه ده اللي موجود، والرسائل اللي بتجيلنا من تونس اللي فيه حاله من التركيز، صفحه واتقفلت، وكابتن حسام عمل حاجه محترمه جدا كمان عجبتني، اللي انت لو رجعت كان هيبقى فيها اجهاد، بتاخد لك يوم او يومين وريكفري وتقعد هتلاعب بقى اللعيبه، ممكن يتعمل ماتش ودي، او لو انت رجعت انا بحكي لحضراتكم السيناريو لو كان الفريق رجع، فكان تقعد يومين وترجع تسافر تاني عشان تشيل الضغوط مع اللعيبه. لا، لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره المفروض. فاللي انا عايز اقوله والاهم بالنسبه لي ان اللي عملوا الاتفاق مع مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن حسام البدري ده كلام محترم، اللي انت تقعد، واللي عمله الكابتن حسام واللي عجبني اللي انت تمرينه صباحيه، اللعيبه تخرج يوم فري، اللي عايز يعمل شوبينج، اللي عايز يعمل حاجه وتنسى الكوره اليوم ده على الاقل عشان تخلق دوافع جديده بسرعه وتخرج من حاله الاجهاد. ده كلام مهم جدا وكلام محترم. مباراة النجم الساحلي مباراة صعبة جدا جدا جدا، والملعب أضيق مش زي ملعب رادس. كابتن حسام ربنا يوفقه ويحط التشكيلة المناسبة،
يقرا نقاط القوه والضعف ولاعبته تبقى عارفه، وزي ما اتكلمنا على سيناريوهات محترمه مع فرقتك برضو ده كمان مباراه مهمه. والاهلي قادر ان شاء الله بنتيجه طيبه ويقدر يجيب هدف واثنين، وانا اثق طول الوقت في اللعيبه الرجاله اللي وقت الصعب بيبان معدنها، وهي دي عبقريه النادي الاهلي مع كل الاجيال. وقت الصعب تلاقي رجاله حتى لو انت امكانياتك الفنيه اقل، لكن بنراهن على روح فانيله النادي الاهلي والاخلاص اللي عند اللعيبه وحاله التركيز الشديد ده مهم جدا مع النظام اللي بيبقى موجود داخل وخارج الملعب. اعتقد كلام كتير قال هيسافر الاربعاء الخميس لسوسه والكلام ده، اوكي في نظام، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره المحترم هو دايما بينظم للدنيا الدنيا كلها للفريق عشان الكابتن حسام يبقى بيفكر بس في الامور الفنيه. كمان قلنا امبارح او في حلقه سابقه وقلنا كتير مهم جدا ان احنا ندي الجهاز الخاص باللياقه البدنيه في النادي الاهلي انيس الشعلان وكمان الكابتن محمد ابو العلا والكابتن طارق عبد العزيز، مش عايز انسى حد، ان حاله الفريق لما بنبص الشوط الثاني ما بيقعش. فكمان خلوني اطمن على فريق النادي الاهلي وكمان